وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي السيد حسين العليان. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا. ما الذي يعنيه بالنسبة لكم تقرير الجارديان البريطاني عن أن التظاهرات العراق أضعفت النفوذ الإيراني في العراق وربما ستكون سببا من أسباب انهيار هذا النفوذ؟ يعني أنا لا أعول كثيرا على الرأي الغربي في هذا الموضوع لأنه يحاول أن يصطاد ونحن ندفع الأثمان. المظاهرات معنية في استعادة الوطن، استعادة ثرواته، إسقاط الطغم الفاسدة، وخلا ذلك الاصطياد في محاولة تأزيم العلاقة مع الجوار هنا والجوار هناك. هذا شأن أعتقد الغربيين يحاولوا أن يصطادوا فيه. إذا تراقب المشهد، ألا تعتقد أن هذه التظاهرات والثورة القائمة الآن أثرت فعليا على النفوذ الإيراني حتى الآن؟ مؤكد، لأنه النفوذ الإيراني هو التعبير عن النفوذ الإيراني عبر نخب فاسدة مرتبطة بالخارج. النخب الارتباط التبعية للخارج بالتأكيد تنتج نخب فاسدة، والفساد ينتج تبعية. هذا مفروغ منه، يعني هذا الموضوع منتهي بالنسبة لنا. معركتنا هي داخلية في الأصل، من يريد أن يحولها إلى معركة إقليمية أو معركة دولية هو المتضرر، وهو الأمريكي وهو الإيراني. اليوم ترى الاشتباك الأمريكي الإيراني اليوم في تحت مسميات عديدة، يقصف القواعد الأمريكية، تقصف الحشد الشعبي، تقصف فصائل المقاومة، تقصف مقرات هنا وهناك. هناك محاولة من كلا الطرفين المتضررين من الثورة الشعبية السلمية التي من خشية انتصار هذه الثورة سيقلص النفوذين وكل النفوذ الخارجي سيتقلص. نعم. ما الداعي لتأزيم المشهد السياسي من كلا الطرفين اليوم؟ هي محاولة لقطع الطريق على الانتفاضة السلمية لاستعادة الوطن. لا أحد، لا الإيراني ولا الأمريكي، يود استعادة الوطن. نعم. دخولنا كحلقة وسط بين الصراع الأمريكي أو ساحة صراع بين الأمريكي والإيراني قضية ليس معني فيها العراق الآن، ويجب أن ندين تحويل العراق إلى ساحة صراع دفاعا عن إيران أو دفاعا عن الولايات المتحدة، لأن هذا الشأن لا يعني كلاهما. يجب أن يخرجا من العراق هما ونفوذهما. أما بلا شك استمرار النفخ في هذا الموضوع، أنا بتقديري هو محاولة قطع طريق وعرقلة انتصار الثورة السلمية. كما تعرف أستاذ حسين، يعني مطالب الثوار منذ اليوم الأول معلنة وواضحة، وهي استقلال هذا البلد ويعني توقف النفوذ الإيراني والتدخل السافر، وبعضهم أعده احتلال إيراني للعراق، بالإضافة إلى محاربة الفساد وغيره. السؤال الآن، هل ستستطيع إيران أن ترمم صورتها أمام الشعب العراقي بعد كل ما جرى حتى الآن؟ هذا أن ترمم أو لا ترمم هذا شأنها، هي مسؤولة عن سواد صفحتها في العراق. نعم. عبر نخب تمثلها هي الأسوأ، نخب من السراق، نخب من القتلة، نخب من الفاسدين، نخب من تعمل على كل الأجندات. هذا شأنهم وليس شأننا. المعركة الحقيقية اليوم هي مع طغمة الفساد وامتداداتها، لكنها على أرض العراق. اليوم أنا غير معني أن أشتبك مع الإيراني وغير معني أن أشتبك مع الأمريكي. نعم. لكني أنا بدي أسقط الطغمة اللي أدخلت الأمريكي وأدخلت الإيراني للوطن. كيف؟ ما المطلوب من قيادة الثورة واللجنة المنظمة للتظاهرات إزاء هذا الموضوع للاستمرار بقوة وبنفس الزخم الذي نراه الآن؟ الانتفاضة حسمت أمرها، الجماهير في الانتفاضة والثورة الشعبية حسمت أمرها بلا عودة. إذا بتتابع أنت أناشيدهم وشعاراتهم في الشارع، أنه هاي يعني الشارع واعي للموضوع، انه ولد المجرود اللي بيموتوا بالحشود، ولد المجروده بيموتوا على الحدود، والقادة الميليشيات الفاسده بتكسب الفلوس وبتبيع المواقف للخارج. يعني واضح الشارع شو يريد. اليوم اذا الايراني يريد علاقه سويه مع العراق عليه تصحيح كل الاخطاء اللي ارتكبت في العراق. إلى أي مدى سيد حسين يقترب الشعب من تحقيق طموحاته التي أعلن عنها؟
أنا لا أرى أنه الشعب أمسك بالطريق، قد تطول وقد تقصر تبعا لعوامل عديدة، نعم لكن الطريق الجماهير لن تضل الطريق بعد، نعم والجماهير عندما تمسك بطريقها وتمسك بالحقائق فليس أمامها خيار غير النصر. إن شاء الله. شكرا لك سيد حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.